اهلا بيكم معايا النهاردة. النهاردة هنعمل كشري مصري زي بتاع المحلات بالظبط، وبكل تفاصيله وبكل اسراره. اول حاجة هنجيب بصل ونقطعه طرنشات زي ما انتوا شايفينها، والمهم يكون السمك بتاعها مش رفيع ومش تخين، وعلى قد ما نقدر نساوي واحنا بنقطع يبقى كله نفس الحجم. حطيت ملح وفلفل وبدأت أفرك فيهم كده علشان الملح يشرب في البصل أو البصل تشرب الملح كويس، وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه كل واحدة لوحدها. أهم حاجة بقى ان احنا لما نحط الزيت نحطه بارد تماما، يعني احنا نجيب الحلة ونحط زيت وننزل بالبصل وبعدين نسويه، وبعد كده نفتح الحرارة عليه، يعني البصل بارد خالص. دي أهم خطوة عشان يطلع مقرمش. عندي العدس، حطيت كوباية من العدس عليها كوباية ونص من المية عشان انا ما كنتش نقعاه، ونص معلقة كمون وملح. البصل مش هقلبه خالص، هسيبه للاخر علشان ما يتهراش مني ويطلع طري. في نفس الوقت كانت المية غليت بتاعت المكرونة، فانا ضفت المكرونة الصغيرة وبعدين ضفت المكرونة السباكيتي. انا فضلت استخدم نوعين في الطريقة دي علشان دي الشكل اللي احنا بنشوفه في المحلات، بيبقى فيها سباكيتي وبيبقى فيها صغير. لو عايزة تستغني عن اي نوع براحتك. دلوقتي بقى البصل اول ما اخد معايا اللون ده ابتدي اقلب. انا ما قلبتش عليه خالص طول الفترة اللي فاتت علشان ما يبقاش طري وعايزينه يطلع مقرمش. اول ما بقى بني كده بدأت اطلعه بسرعة علشان ما يتحرقش مني، عشان انا عايزة اللون ده، مش عايزة لون اغمق من كده. الزيت بقى بتاع البصل ده احنا مش هنرميه، احنا هناخده ونربط بيه بقية الطريقة بتاعت الكشري او الوصفة كلها، يعني هنحطه على الرز وعلى المكرونة، هنستخدم الزيت ده في كل حاجة. تعالوا نشوف دلوقتي بقى هعمل الرز. اخدت من الزيت بتاع البصل شوية، وبعدين انا كنت بقلب المكرونة من كل وقت للتاني كده علشان ما تتلسعش او عشان ما تلزقش منك من تحت. دلوقتي بقى هحط على الزيت اللي عندي الشعرية. طبعا الشعرية حسب الذوق، في ناس بتحب الشعرية قليلة وفي ناس بتحبها كتير، فبرضو براحتك اعملي اللي بتحبيه. وبعدين هضيف الرز، هو انا غسلته ومنشفاه كويس، وهقلبه كويس بقى مع الشعرية والزيت، وبعدين هنزل بالمية. معيار المية والرز انا هسيبهولك، لان كل واحد ليه طريقة بتريحه. في ناس بتحب تحط بكوباية معيارية، في ناس بتحب تحط لحد ما الرز المية تغطي، وفي ناس بتحب تحط المية مغلية، وفي ناس بتحب تحط المية باردة، فيعني براحتكم خالص. بس اهم حاجة ترشي بقى ملح ورشة كمون، يعني برضو الملح حسب الرغبة زي ما بتحبوه، بس اهم حاجة رشة الكمون، هي دي اللي هتربط معانا الوصفة. يعني الزيت والكمون دول الاساس بتاع الوصفة بتاعت الكشري كلها. دلوقتي بقى هنعمل الصلصة. انا اخدت برضو من الزيت بتاع البصل ونزلت عليه بفصين من الثوم كبار، وهبتدي بقى اشوحهم في الزيت لحد بس ما تشم ريحتهم كده، مش عايزاهم لونهم يتغير او يتحرقوا. دلوقتي بقى هنزل بالصلصة او عصير الطماطم او طماطم مضروبة في الخلاط المتوافر عندك. انا متوافر عندي ازايز الصلصة بتبقى جاهزة فبستخدمها على طول. رشيت ملح، نص معلقة صغيرة كمون، ورشة فلفل. زي ما قلت لكم الكمون اساسي معنا في الوصفة كلها، فاحنا هنحطه يعني زي ما انتوا شفتوا على الرز وكمان على الصلصة وكمان على الدقة. دلوقتي الدقة حطيت فيها معلقة زيت وفصين من الثوم، ونزلت عليهم بربع كوباية من الخل وكوباية مية، وحطيت معلقة كمون ومعلقة ملح كبيرة، وسبتهم بقى ياخدوا غلوة. وفي نفس الوقت بقى ده اللي انا كنت عايزة اقولكوا عليه، بصوا مكرونة بتكلكع او بتمسك في بعض كده واحنا بنصفيها بعد ما بنسيبها شوية، فاهم خطوة ان احنا حطينا برضو من الزيت بتاع البصل، وهنبتدي نقلب المكرونة بالزيت كويس قوي. هتخليها معاكي مفلفلة ومش لازقة في بعض لاخر اليوم، يعني اعملي بقى كشري بكمية كده كل ما حد يدخل عليكي اكليه كشري، هيبقى مبسوط جدا من الوصفة دي. دلوقتي بقى العدس كان شارب المية وانا كنت وطيت عليه وحطيت عليه الحمص وسبته 10 دقايق كمان. لنا بنشوف ان خطوات الكشري كتير ودي حقيقة، بس لو شغلتي كل العيون وعملتي كل حاجة في نفس الوقت نص ساعة بالظبط هتكون كل حاجة خلصت. بصوا شكل المكرونة، انا بقلبها عشان تشوفوا كل حاجة مفلفلة وطالعة حلوة ازاي.
بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. وانا لما بعمل الكشري كل الناس بتقعد تقولي الكشري بتاعك حلو جدا زي بتاع المحلات. انتوا بقى من النهاردة مش هتاكلوا كشري تاني بره. لما هتعملوا الطريقة دي هتبقى ادمان. انا كل اللي اكلها كان بيقولي فعلا تحفة. فانتي اعمليها، والناس اللي بره مصر مش هيوحشكوا الكشري بتاع مصر تاني، والناس اللي جوه مصر مش هتروحوا المحلات تاني تاكلوا كشري. يلا جربوها وان شاء الله تعجبكم. اوعوا تنسوا تصوروها وتبعتولي الصور عشان بتفرحني قوي. ما تنسوش تشجعوني بلايك وشير وسبسكرايب.